السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم سعيد أعزائي التلاميذ. يتجدد لقاؤنا ككل يوم مع درس آخر من سلسلة الدروس عن بعد، واليوم هو الخميس 16 من أبريل 2020، المكون الإملاء، ومع بعض الأنشطة التقويمية لما تم تقديمه من ظواهر خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وهي الألف الممدودة في آخر الكلمات، الألف المقصورة في آخر الكلمات، أسماء الإشارة، وأخيراً الأسماء الموصولة. لنبدأ على بركة الله مع السؤال الأول الذي يقول: أضع هذا أو هذه في الفراغ المناسب. نلاحظ صور: شجرة، تلميذ، كتاب، معلمة. إذن في هذا الفراغ سأكتب إما هذا أو هذه، وهي أسماء الإشارة للإشارة للقريب. ثانيا، أصل بما يناسب: هذا، هذه، هذان، طفلان يلعبان، الذئب ماكر، شجرتان مثمرتان، سيارة مسرعة. أفكر جيدا ثم أصل كل اسم من هذه الأسماء بالجملة المناسبة له. ننتقل إلى السؤال الثالث الذي يقول: أضع الذي، التي، لتان، لذان في المكان المناسب. إذن هذه أسماء موصولة. لاحظوا معي الجمل: جاء الطفلان فراغ، شارك في المسابقة. الأسد فراغ في الحديقة مخيف. الوردتان فراغ، أهديتهما لأمي جميلتان. التلميذة فراغ، تقف هناك متفوقة. رابعا، أكمل جمل بكلمات تنتهي بألف مقصورة أو ممدودة حسب الكلمة. يعالج المريض في، سأكتب هنا المكان الذي يعالج فيه المريض، ما اسمه؟ يهش الراعي على الغنم ب، صديقة اسمها، قد يكون هذا الاسم ينتهي بألف مقصورة أو ألف ممدودة. دخلت الكرة في. خامسا، ألاحظ المثال ثم أكمل الكلمات بالألف المناسبة. لاحظوا معي هنا: شكا يشكو، رمى يرمي. لننتبه جيدا للحرف الأخير في كل كلمة. هنا يبني، إذن بماذا سأكتب بنا هنا؟ بألف مقصورة أو ممدودة؟ لاحظوا: يسمو سما، يرمي رمى، يدعو دعا. سؤال سادس يقول: أكمل كلمات بألف مناسبة مقصورة أو ممدودة. دعا مصطفى أصدقاءه إلى حفلة عيد ميلاده، فأتى عدد كبير منهم. الجملة الثانية: نما العشب في الحديقة. الجملة الأخيرة: تلا الفتى آيات بينات من القرآن. وبهذا نكون قد أنهينا هذه الأنشطة التقويمية، وسوف نقوم بتصحيحها في درس آخر بإذن الله. وإلى اللقاء أعزائي التلاميذ مع درس آخر.